وان انا ادي آلة للتنفيذي بقول له اهو عندك قانون طبق. ده دوري انا كمجلس النواب، مش دوري ابدا ان انا انزل اخبط على الست المطلقه ولا انت قاعده هنا بتعملي ايه. ده رقم واحد. ثانيا المجتمع فيه منه، عشان بس انا حسيت المجتمع بقى سواد مره واحده، لا، فيه منه الصالح اللي ملتزم، الناس المحترمه، وفي منهم الفاسد، وده هتلاقيه في كل المجتمعات، مش في مصر بس. احنا عاوزين نقضي على الفساد. انا بنقضي عليه. انت حضرتك احنا مشغلينها في كلنا بنقضي على الفساد. بنقول قانون ينظم الشهادات الطبيه، يبقى في نفسي ونفسي وعصبي، يبقى في اجتماعي، هو ده اللي بنتكلم عليه، يبقى في تحاليل، في والله العظيم هو ده اللي بنتكلم عليه. جميل جدا. هو كده بيؤيد اللي انا طلبته بيتحقق دلوقتي. انا بتكلم فيها من 5 سنين، قلنا ينفعل الشهاده الطبيه كما ينبغي يا اما نلغيها. انا ما اقدرش مال لورقه لا قيمه لها. اما اجي النهارده هعمل ابقى بس رويدا رويدا على المواطن الضعيف، لان نسبته عاليه جدا في المجتمع المصري. لسه ما تصدقش عليه لسه مع ده لسه تحت. احنا بنوضح يا استاذتنا الفاضله، انت بتخليني بقى اقعد اقول ورق وصوتي يعلى قدامي. مش ما ينفعش المذيع صوتها يبقى عالي كده قدام شريف. فانا هرجع اهدى مع دكتور عمرو. كلنا علينا كلنا علينا نوطي الريت. بس انا مش دي مصر بلدي. انا لو ما نحسش البلدي ما بقاش مصريه بيور. اللي ما يحافظش على بيته ما يحافظش على بلده. بدافع زي ما بنقول ان في مواطن بسيط ليه حقوق، زي ما اقول بالفم المليان انه بلدي ودولتي بتعمل وبتسوي وبتدي وكتر خير الدنيا وكتر خير مصر. دكتور عمرو،